متابعي قناة دار مريم، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. تسمح شوية الصوت ماشي هو هذاك ضربني شوية البرد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الوصفة ديال بانكيك بدقيق القمح الكامل او الزرع، كيجيو خفاف بزاف بزاف وبنان وهشاش بطبيعة الحال وزوينين الوليدات هكا يديوهم معاهم للمدرسة، ولينا حتى حنايا بطبيعة الحال مع كاس ديال القهوة ولا كاس ديال اتاي. فتابعوا معي الوصفة حتى الاخر ان شاء الله. اذا بسم الله، بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا واحد زلافه ديال الدقيق القمح الكامل اللي غربلته من قبل، غنضيف معاه واحد كاس لاروب، ما واصلش كاس لاروب كله ديال الفورس اللي تا هو مغربل من قبل، وجوج ساشيات ديال الخماره ديال الحلوه اللي تا هما غادي نغربلهم هكا باش ما يبقاوش ليا دوك الحبيبات. من بعد غنخلط العناصر الناشفه كلها مع بعضياتها حتى تنسجم، واحد القريصه ديال الملح اللي ما بينتهاش هنا في المكونات. من بعد غادي نضيف ثلاثه ديال البيضات بالتدريج، يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، البيضة الأولى الثانية ثم الثالثة، ومن الأحسن ديرهم في شي إناء تخويهم لا تكون شي وحدة خاسرة ولا المهم تفاداو أي حاجة بحال ما هكا. صافي وغنحرك العناصر كلها مع بعضياتها مزيان مزيان. اذا هنايا غنحتاج واحد 300 مليلتر ديال الحليب، يكون عادي حليب ما سخون ما بارد، ما يعادل واحد جوج كيسان. غنضيف الكاس الاول وغنحرك مزيان العناصر مع بعضياتهم، عاد نضيف الكاس الثاني يعني بالتدريج، غنحتاجوهم بجوج غا هما، نضيفو واحد يعني واحد بواحد. ثم غنضيفو هنايا تقريبا واحد قل من ربع كاس ديال الزيت الروميه، وغنحركوها مزيان حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم مزيان مزيان، وغتولي عندنا العجينه بحال تبان لنا بحال كريميه. ثم غادي نضيف واحد ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، انا نسلت ليا واستعنت بهاد السكر البني، فراه كيجي ناقص حلاوه بزاف بزاف، يعني راه اللي بغى يزيد الكميه ديال السكر يزيدها، فهاد الكميه راه كتجي يعني كيجي تقريبا مسوس. اللي غيستعمل من بعد الشوكولاط او العسل راه غيجي هو هذاك. ثم غنضيف واحد ثلاثه ديال الساشيات ديال الكاكاو اللي غنغربلهم بطبيعه الحال باش ما يبقاوش ليا دوك الكويرات ديالهم، ما كيدوبوش لنا في الكيكه. صافي غنغربلهم حتى هما، وغادا نضيفهم للخليط ديال الكيك وغنخلطو مزيان مزيان حتى نحصلو على عجينه ديال البانكيك، يعني بحال ديال تقل شويه من ديال الكيك. صافي انا خديتها واحد السباتولا وبقيت كنجمع دوك الجوانب ديال العجين اللي كاينين. صافي وغنخليها غنخليو العجين نغطيوها بالفيلم اليمونتير ونخليوها تقريبا ترتاح واحد ساعه حتى لساعه ونص، ونتلاقاو ان شاء الله في تتمه الوصفه. اذا هنا من بعد ما ارتاحت لنا العجينه تقريبا ديك الساعه ديال المكانه، كيف كتشوفوا راه كتولي عندنا العجين كريمي وكيكون مروبوزي مزيان مزيان. صافي غادي ندوز ونشعل المقيله ديالنا، سوا تستعملوا غير مقيله صغيره عاديه اولا تستعملوا هذه اللي بغيتوا يعني تربحوا شويه ديال الوقت. ضروري ما ندهنها بشويه ديال الزيت، غندهن دوك الدوائر ديالنا كاملين وندوز ان شاء الله. يعني كلشي راه كيعرف يطيب لي بانكيك، غنعمر دوك الدوائر ديالي، حاولوا ما تعمروهمش حتى لاف، ما تعمروهمش حتى الفوق، يعني خويو شويه وخليو شويه ما توصلوش حتى للفان ديالو زعما. صافي وغنخليوهم حتى يطيبوا، راه كلشي موضح في الفيديو.
فهنا كيف كتشوفوا يعني راه بداو كيديروا لنا دوك الفقاعات، يعني راه غيبداو حتى ينشف داك الوجه ديالهم وغنقلبوهم. وواحد القضيه اخرى ان العافيه تكون مهيله، لانهم دغيا دغيا كيتحرقوا من التحت، فنقصوا لهم العافيه. وغنخلي لكم هاد البارتيه شويه طويله باش كل واحد يعني كلكم تشوفوا كيفاش كيطيبوا. فانا هنا راه ما مسرعش الفيديو، هما كيف كتشوفوا راه بداو كينشفوا لنا شي وحدين من الوجه ديالهم. صافي غنقلبوهم عاوتاني غير واحد ثلاثه ديال او لجوج ديال الدقائق من التحت حتى يتحمروا. صافي ان شاء الله ونقدمهم بالصحه والعافيه. فكيف كتشوفوا هانتوما راه كيكونوا صافي تحمروا لينا. وردوا البال، هادو ديال الكاكاو راه يقدروا يتحرقوا لكم دغيا. داكشي علاش قلت لكم نقصوا العافيه من التحت ونخليهم ان شاء الله يطيبوا ونتلاقاو. فكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي بانكيك ديالنا، كيجيو واعرين. انا غنحل معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش كيجي. فراه كيجيو خفاف خفاف بزاف، وصدقوني انكم الا جربتوهم غيوليو معتمدين عندكم حسن بزاف من ديال الفرصه. عرفتي كيجيو خفاف، عرفتي كديرهم فمكم كيدوبوا هشاش هشاش بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا ان شاء الله. وبالنسبه للتزيين راني قسمتهم على ثلاثه، يعني كل شكل وزينوه بطريقه اللي بغيتو. فتقدروا ديروا لهم غير صوص شوكولا من الفوق كيجيو زوينين. انا هنايا واحد درت ليه شويه ديال العسل، فجاب العسل زوين زوين بزاف. صافي والتزيين كيف قلت لكم راه كيبقى اختياري. واحد زينته بسكر كلاصي، درت ليه هاد ليموجي هذا وزينته بسكر كلاصي. والشكل الاخير زينته بشويه، كانت عندي كريمه ديال الفول السوداني زوقتها، هذا ايموجي كيضحك ليكم. والشكل الاخير زوقته بشويه ديال كريمه ديال الفول السوداني. كيبقى كتزين، كل واحد حر في التزيين يدير اللي بغى. فانا كنتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم. وهذو هما الاشكال النهائيه ديال لي بانكيك ديالنا، صدقوني كيجيو بنان. ونتمنى انكم تجربوهم وتخليو ليا تعليقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.